السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تاكي مروق والفوكس مو علي، على الوحش هذا. اليوم جايب لكم انبوكسينج ومراجعة لكرت من EVGA for the win 3 اللي هو 1080 تاي. تابعوني في هذه الحلقة. في قصة بسيطة بس بذكرها قبل لا ادخل في الحلقة. تتذكرون المشاكل اللي صارت في 1080 في كروت EVGA for the win؟ زين، اكيد تتذكرونها. فاللي صار الحين مع الفور ذا وين 3 وبالذات مع كرت 1080 تي اي انتقام. الشركة الحين تبي توري المستهلكين وتبي تعيد ثقتها في نفسها وفي مستهلكينها بالكرت هذا. وحطوا في بالكم ما في شركة من الشركات الا فشلت في يوم من الايام، لكن دائما الشركات الناجحة اللي تفشل وترد فشلها بنجاح باهر، وهذا مثال واحد عندنا من شركة EVGA. فخلونا نشوف هل فعلا يحقق الشيء هذا ولا لا، وهل فعلا رجع الثقة ولا لا، مع أن متأكد 100% أن الثقة رجعت مع الكرت الأسطوري هذا. تابعوني في هذا الفيديو وإن شاء الله ما بقصر بحق هذه الحلقة. خلونا الحين نفتح الصندوق. زي ما أنتوا عارفين كرت 1080 Ti يمتلك 11 جيجا، والمواصفات العامة راح تشوفونها في الشاشة. ما في أي شيء مميز داخل الصندوق، زي ما تعودنا إرشادات وملصقات وبوسترات. وأول ما ظهر لنا الكرت، الكرت كبير الحجم والشكل جذاب وأنيق، والمشتت الحراري كبير جدا. يمتلك مراوح ثلاثية والباك بليت معدني في علامة EVGA متعددة الألوان. وخلونا نشوف صورة تقريبية له نوضح مداخله وشكله الخارجي. وزي ما انتم شايفين في الجهة الأمامية عندنا ثلاث مراوح محاطة بألمنيوم جميل الشكل، ومن الجهة الخلفية عندنا باك بليت معدني في فتحات كثيرة لتعمل تهوية للكرت وشعار EVGA متعددة الألوان. من الجهة الجانبية عندنا 2 8 بن لتزويد الطاقة، ومشتت حراري كبير زي ما انتم شايفين، ومدخل SLI والشعار المضيء متعددة الألوان GeForce GTX 1080 Ti، وأيضا في شعار صغير For the Win 3 يضيء أيضا. ومن الجهة الخلفية عندنا 1 DVI و3 Display Port و1 HDMI. ومن الجهة هذه زي ما انتم شايفين الكرت مدعم بخمس مواسير أساسية للتبريد، وهذا شيء ممتاز في توزيع وتشتيت الحرارة. في المشهد هذا يوضح ثلاث مستشعرات، عندنا مستشعر GPU Temperature والPower Temperature والMemory Temperature لتنبيهك لحرارتهم أول بأول. عندنا زر لتغيير نمط القوة من العادي باسم Master الى الاوفركلوك الاضافي باسم سليف. وبصراحه ما عجبتني المسميات هذه، الماستر والسليف، كنت اتمنى ان يغيروا مصطلحاتها بشكل اوضح ومعروف الى النورمال، والاوفركلوك افضل بكثير. في المشهد هذا تعمدت اني اوضح لكم الصوره، فالفي رام مدعم بشكل ممتاز جدا بالثيرمال باد، لان في السابق كانت الفي رام ترتفع لدرجات حراره عاليه جدا وتسبب احتراق للكرت، لكن EVGA ما راح تعيد الغلطة مرة ثانية ودعمت الفيرام بالثيرمال باد والمستشعرات الحرارية والهيت سينك والمراوح المنفصلة. وزي ما انتم شايفين في الجهة هذه ايضا الفيرام مدعم بطبقة نحاسية اضافية لتشتيت الحرارة وكسب تبريد اسرع. بعد ما ركبنا الكرت في الجهاز، في نقطة بيوضحها وهي المراوح الثلاثية. فيها تقنية، فالمراوح الثلاثية تعمل باستقلالية تامة عن بعضها، فأي جزء في الكرت يحتاج لتبريد تشتغل المراوح على الجزء المحتاج، وفي الحالة القصوى تشتغل جميعها، وتستطيع في البرنامج التحكم بها واحدة بواحدة أو جميعها. فزي ما انتم شايفين عندنا برنامج الـ EVGA، ما بطول فيه، فاللي تغير فيه عندنا الـ GPU Temperature والـ Power Temperature والـ Memory Temperature يوضحها لك أول بأول. وزي ما انتم شايفين الجهة هذه عندنا تحكم تام بالمراوح، او تقدر تخليها بشكل تلقائي. وعندنا في القسم هذا الوان توضح درجة الحرارة في المستشعرات الثلاثة، فتدلك على درجات الحرارة الاقسام الموضحة، فاذا 20 راح تكون بالازرق، 60 بالاخضر، و83 بالاحمر قابلة للتغيير، تقدر تعدلها زي ما انت تبي. بمجرد النظر راح تعرف درجة حرارة اقسام الكرت اول باول. وهنا عندنا تغيير الالوان والانماط المعروفة والمشهورة دائما. وهنا عندنا تغيير ألوان الكرت، فنقدر نغير الشعار اللي من الجنب، وبرضه نقدر نغير الشعار اللي في الباك بليت.
وهذه مواصفات الجهاز اللي راح نركب الكرت عليه، وراح نعمل للكرت بنش مارك في لعبتين فقط اللي هي ذا ويتشر وتوم برايدر. يمكن تتساءلون ليش بس لعبتين؟ للأمانة إذا الكرت كسر رأس ذا ويتشر معناته الألعاب الثانية بتكون إن شاء الله سهلة من دون أي مشاكل، فتابعوني في البنش مارك. كذا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأتمنى توفقت باستعراض الكرت الجبار هذا، ولا تنسون ادعموني بلايك وسبسكرايب ونشر، ويعطيكم العافية ومع السلامة.